بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 200 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، نخصصه أو نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 12 بعد 200 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد وقفنا عند المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، حيث يقول المسألة الثالثة: اختلفوا في كيفية هذا التزيين. أما المعتزلة فذكروا وجوها، اختلفوا في كيفية هذا التزيين. أما المعتزلة فذكروا وجوها، أحدها قال أبو علي الجبائي: المزين هو غواة الجن والإنس. قال أبو علي الجبائي: المزين هو غواة الإنس والجن، زينوا للكفار الحرص على الدنيا. المزين هو غواة الإنس والجن، زينوا للكفار الحرص على الدنيا وقبحوا أمر الآخرة في أعينهم، وأوهموا أن لا صحة لما يقال من أمر الآخرة، فلا تنغصوا عيشتكم في الدنيا. قال أي الجبائي: وأما الذي يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل، لأن المزين للشيء هو المخبر عن حسنه، فإن كان المزين هو الله تعالى فإما أن يكون صادقا في ذلك التزيين وإما أن يكون كاذبا، فإن كان صادقا وجب أن يكون ما زينه حسنا، فيكون فاعله المستحسن له مصيبا، وذلك يوجب أن الكافر مصيب في كفره ومعصيته، وهذا القول كفر. وإن كان كاذبا في ذلك التزيين أدى ذلك إلى ألا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر، وهذا أيضا كفر. قال: فصح أن المراد من الآية أن المزين هو الشيطان. هذا تمام كلام أبي علي الجبائي في تفسيره. وأقول والقائل الإمام: هذا ضعيف، لأن قوله تعالى زين للذين كفروا يتناول جميع الكفار، فهذا يقتضي أن يكون لجميع الكفار مزين، والمزين لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرا لهم، إلا أن يقال إن كل واحد منهم كان يزين للآخر، وحينئذ يصير دورا، فثبت أن الذي يزين الكفر لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرا لهم، فبطل قوله إن المزين هم غواة الجن والإنس، وذلك لأن هؤلاء الغواة داخلون في الكفار أيضا. وقد بينا أن المزين لا بد وأن يكون غيرهم، فثبت أن هذا التأويل ضعيف. وأما قوله المزين للشيء هو المخبر عن حسنه فهذا ممنوع، بل المزين من يجعل الشيء موصوفا بالزينة، وهي صفات قائمة بالشيء باعتبارها يكون الشيء مزينا، وعلى هذا التقدير سقط كلامه. ثم إن سلمنا أن المزين للشيء هو المخبر عن حسنه، فلما لا يجوز أن يقال الله تعالى أخبر عن حسنه، والمراد أنه تعالى أخبر عما فيها من اللذات والطيبات والراحات، والإخبار عن ذلك ليس بكذب، والتصديق بها ليس بكفر، فسقط كلام أبي علي في هذا الباب بالكلية. التأويل الثاني قال أبو مسلم الأصفهاني: يحتمل في قوله زين للذين كفروا أنهم زينوا لأنفسهم، والعرب يقولون لمن يبعد منهم أين يذهب به، لا يريدون أن ذاهبا ذهب به، وهو معنى قوله تعالى في الآية الكثيرة: أنى يؤفكون أنى يصرفون إلى غير ذلك. وأكده تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فأضاف ذلك إليهما أي إلى الأموال والأولاد
لما كان كالسبب، ولما كان الشيطان لا يملك أن يحمل الإنسان على الفعل قهرا، فالإنسان في الحقيقة هو الذي زين لنفسه. يقول الإمام: واعلم أن هذا ضعيف، وذلك لأن قوله زين يقتضي أن مزينا زينه، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن. التأويل الثالث أن هذا المزين هو الله تعالى، ويدل على صحة هذا التأويل وجهان: أحدهما قراءة من قرأ زين للذين كفروا الحياة الدنيا على البناء للفاعل، الثاني قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم القائلون بهذا التأويل، القائلون بأن المزين هو الله تعالى، ذكروا وجوها: الأول لا يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره في الدنيا من الزهرة والنضارة والطيب واللذة، وهذا من تأويلات المعتزلة، لا يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره في الدنيا من الزهرة والنضارة والطيب واللذة، وإنما فعل ذلك ابتلاء لعباده. ونظيره قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، إلى قوله: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال أيضا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قالوا: فهذه الآيات متوافقة، والمعنى في الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فركب في الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات، لا على سبيل الإلجاء الذي لا يمكن تركه، بل على سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفس مع إمكان ردها عنه، ليتم بذلك الامتحان، وليجاهد المؤمن هواه فيقصر نفسه على المباح ويكفها عن الحرام، ليجاهد المؤمن نفسه وهواه فيقصر نفسه على المباح ويكفها عن الحرام. الثاني، التأويل الثاني، أن المراد من التزيين أنه تعالى أمهلهم في الدنيا ولم يمنعهم عن الإقبال عليها والحرص الشديد في طلبها، فهذا الإمهال هو المسمى بالتزيين. يقول الإمام: واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد، وهو أن حصول هذه الزينة في قلوب الكفار لا بد له من محدث، وإلا فقد وقع المحدث لا عن مؤثر، وهذا محال. ثم هذا التزيين الحاصل في قلوب الكفار، هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب الإيمان والطاعة أو ما رجح؟ فإن لم يرجح البتة، بل الإنسان مع حصول هذه الزينة في قلبه كهو من غير حصولها في قلبه، فهذا يمنع كونه تزيينا في قلبه، والنص دل على أنه حصل هذا التزيين. وإن قلنا بأن حصول هذا التزيين في قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية على جانب الإيمان والطاعة، فقد زال الاختيار، لأن حال الاستواء لما امتنع حصول الرجحان فحال صيرورة أحد الطرفين مرجوحا كان أولى بامتناع الوقوع، أي بامتناع وقوع المرجوح، وإذا صار المرجوح ممتنع الوقوع صار الراجح واجب الوقوع ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين. فهذا هو توجيه السؤال، ومعلوم أنه لا يندفع بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة. الوجه الثالث في تقرير هذا التأويل أن المراد أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما كان من المباحات، أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما كان من المباحات دون المحظورات، وعلى هذا الوجه سقط الإشكال. يقول الإمام: هذا أيضا ضعيف، وذلك لأن الله تعالى خص بهذا التزيين الكفار، وتزيين المباحات لا يختص به الكافر، فيمتنع أن يكون المراد بهذا التزيين تزيين المباحات. وأيضا فإن المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات الدنيا يكون تمتعه بها مع الخوف والوجل من الحساب في الآخرة، فهو وإن كثر ماله وجاهه
فعيشه مكدر منغص، وأكثر غرضه أجر الآخرة، وإنما يعد الدنيا كالوسيلة إليها. وليس كذلك الكافر، فإنه وإن قلت ذات يده فسروره بها يكون على ظنه لاعتقاده، فسروره بها يكون غالبا على ظنه لاعتقاده أنها كمال المقصود دون غيرها. وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس المراد من الآية تزيين المباحات. وأيضا أنه تعالى أتبع تلك الآية بقوله ويسخرون من الذين آمنوا، وذلك مشعر بأنهم كانوا يسخرون منهم في تركهم اللذات المحظورة وتحملهم المشاقة الواجبة، فدل على أن ذلك التزيين ما وقع في المباحات بل وقع في المحظورات. لأن الإمام ذكر تأويلات المعتزلة وردها، ثم قال: وأما أصحابنا فإنهم حملوا التزيين على أنه تعالى خلق في قلبه، أي في قلب العبد، إرادة الأشياء والقدرة على تلك الأشياء، بل خلق تلك الأفعال والأحوال، وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس إلا الله سبحانه. وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الآية. وأما قوله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا، فقد روينا في كيفية تلك السخرية وجوها من الروايات. قال الواحدي: قوله ويسخرون مستأنف غير معطوف على زينة، أي الواو هنا استئنافية وليست عاطفة في قوله ويسخرون من الذين آمنوا، ولا يبعد استئناف المستقبل بعد الماضي، وذلك لأن الله أخبر عنهم بزينة وهو فعل ماض، ثم أخبر عنهم بفعل يديمونه فقال ويسخرون من الذين آمنوا. ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون: هؤلاء المساكين تركوا لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة، مع أن القول بالآخرة قول باطل. يقول الإمام: لا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية لازمة، أما لو ثبت القول بصحة المعاد لكانت السخرية منقلبة عليهم، لأن من أعرض عن الملك الأبدي بسبب لذات حقيرة في أنفاس معدودة لم يوجد في الخلق أحد أولى بالسخرية منه. لذا يقول عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول الشاعر مبينا حقارة متاع الدنيا: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. قال بعض المحققين: الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات، فإنه إن بطل القول بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاسا معدودة، وإن صح القول بالآخرة كان الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمرا متعينا، فثبت أن تلك السخرية كانت باطلة، وأن عود السخرية عليهم أولى. يقول عز وجل في سورة المطففين مبينا أن سخرية الكفار من المؤمنين تنقلب عليهم يوم القيامة، يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
وأما قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ففيه سؤالات. السؤال الأول لما قال من الذين آمنوا ثم قال والذين اتقوا ولم يقل والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة؟ الجواب ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي. ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي وليكون بعثا للمؤمنين على التقوى. قلت ويؤكد هذا الأمر قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ويقول الشاعر لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فتقوى الله خير الزاد حقا وعند الله للأتقى مزيد. فتقوى الله خير الزاد حقا وعند الله للأتقى مزيد. والله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والمزيد هو رؤية الله عز وجل في الآخرة. والله عز وجل يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن هذان البيتان مقتبسان من كلام الله عز وجل. لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فتقوى الله خير الزاد حقا وعند الله للأتقى مزيد. السؤال الثاني ما المراد بهذه الفوقية؟ والجواب فيه وجوه. أحدها أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان لأن المؤمنين يكونون في عليين من السماء والكافرين يكونون في سجين من الأرض. وثانيها يحتمل أن يكون المراد بالفوقية الفوقية في الكرامة والدرجة. فإن قيل إنما يقال فلان فوق فلان في الكرامة إذا كان كل واحد منهما في الكرامة ثم يكون أحدهما أزيد حالا من الآخر في تلك الكرامة والكافر ليس له شيء من الكرامة فكيف يقال المؤمن فوقه في الكرامة؟ قلنا المراد أنهم كانوا فوقهم في سعادات الدنيا ثم في الآخرة ينقلب الأمر. فالله تعالى يعطي المؤمن من سعادات الآخرة ما يكون فوق السعادات الدنيوية التي كانت حاصلة للكافرين. وثالثها أن يكون المراد أنهم فوقهم في الحجة يوم القيامة وذلك لأن شبهات الكفار ربما كانت تقع في قلوب المؤمنين ثم إنهم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله تعالى. وأما يوم القيامة فلا يبقى شيء من ذلك بل تزول الشبهات ولا تؤثر وساوس الشيطان كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى آخر الآيات الكريمة في سورة المطففين. ورابعها أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين بالمؤمنين في الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة وهي مع بطلانها منقضية وسخرية المؤمن بالكافر في الآخرة حقة ومع حقيقتها فهي دائمة باقية. السؤال الثالث هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق؟ فإن لقائل أن يقول إنه تعالى خص الذين اتقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب ألا تحصل لهم هذه الفوقية وإن لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار. والجواب أن هذا تمسك بالمفهوم فلا يكون أقوى في الدلالة من العمومات التي بينا أنها مخصوصة بدلائل العفو. الجواب على هذا السؤال أن هذا تمسك بالمفهوم فلا يكون أقوى في الدلالة من العمومات التي بينا أنها مخصوصة بدلائل العفو. وأما قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب فيحتمل أن يكون المراد منه ما يعطي الله المتقين في الآخرة من الثواب ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي في الدنيا أصناف عبيده من المؤمنين والكافرين.
فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوها، أحدها أنه يرزق من يشاء في الآخرة وهم المؤمنون بغير حساب، أي رزقا واسعا رغدا لا فناء له ولا انقطاع، وهو كقوله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، فإن كل ما دخل تحت الحساب والحصر والتقدير فهو متناهٍ، فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا عن الحساب. وثانيها أن المنافع الواصلة إليهم في الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل، كما قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فالفضل منه عز وجل بلا حساب. وثالثها أنه عز وجل لا يخاف نفادها عنده، فلا يحتاج إلى حساب ما يخرج منه، لأن المعطي إنما يحاسب ليعلم مقدار ما يعطي وما يبقي، فلا يتجاوز في عطاياه إلى ما يجحف به، والله تعالى لا يحتاج إلى الحساب لأنه عالم غني لا نهاية لمقدوراته. ورابعها أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة، وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث إذا أعطى شيئا، لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث إذا أعطى شيئا انتقص قدر الواجب عما كان. إذن يقول لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث إذا أعطى شيئا انتقص قدر الواجب عما كان، والثواب ليس كذلك، فإنه بعد انقضاء الأدوار والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقيا، فعلى هذا لا يتطرق الحساب البتة إلى الثواب. وخامسها أراد أن الذي يعطى لا نسبة له إلى ما في الخزانة، لأن الذي يعطى في كل وقت يكون متناهيا لا محالة، والذي في خزائن الله تعالى غير متناهٍ، والمتناهي لا نسبة له إلى غير المتناهي. فهذا هو المراد من قوله تعالى بغير حساب، وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله تعالى. وسادسها بغير حساب، أي بغير استحقاق، يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له عليه حق، وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئا، وليس لأحد معه حساب، بل كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان لا بسبب الاستحقاق. وسابعها بغير حساب، أي يزيد على قدر الكفاية، يقال فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر الكفاية، فأما إذا زاد عليه فإنه يقال ينفق بغير حساب. وثامنها بغير حساب، أي يعطي كثيرا، لأن ما دخله الحساب فهو قليل. واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة، وعطايا الله تعالى لها منتظمة، فيجوز أن يكون المراد كلها، والله أعلم. وأما إذا حملنا الآية على ما يعطي في الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين ففيه وجوه، أحدها وهو أليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين لأنهم كانوا يستدلون بحصول السعادات الدنيوية على أنهم على الحق، ويستدلون بحرمان فقراء المسلمين من تلك السعادات على أن المسلمين على الباطل، فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني أنه يعطي في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئا عن كون المعطى محقا أو مبطلا أو محسنا أو مسيئا، وذلك متعلق بمحض المشيئة، فقد وسع الدنيا على قارون وضيقها على أيوب عليه السلام، فلا يجوز لكم أيها الكفار أن تستدلوا بحصول متاع الدنيا لكم وعدم حصولها لفقراء المسلمين أن تستدلوا على كونكم محقين وكونهم مبطلين، بل الكافر قد يوسع عليه زيادة في الاستدراج، والمؤمن قد يضيق عليه زيادة في الابتلاء والامتحان. ولهذا قال تعالى في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ويقول عز وجل في سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وثانيها أن المعنى أن الله يرزق من يشاء في الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون لأحد عليه ولا مطالبة ولا تبعة ولا سؤال سائل. والمقصود منه ألا يقول الكافر لو كان المؤمن على الحق فلما لم يوسع عليه في الدنيا، وألا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلا فلما وسع عليه في الدنيا، بل الاعتراض ساقط والأمر أمره والحكم حكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وثالثها قوله بغير حساب أي من حيث لا يحتسب، كما يقول الرجل إذا جاءه ما لم يكن في تقديره لم يكن هذا في حسابه. فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية أن هؤلاء الكفار وإن كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم فالله تعالى قد يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين. قال القفال رحمه الله وقد فعل ذلك بهم فأغناهم بما أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود وبما فتح أو بما أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم وبما فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أيدي أصحابه رضي الله عنهم حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصر. فإن قيل قد قال تعالى في صفة المتقين وما يصل إليهم جزاء من ربك عطاء حسابا، أليس ذلك كالمناقض لما في هذه الآية؟ قلنا أما من حمل قوله بغير حساب على التفضل وحمل قوله عطاء حسابا على المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا أو بحسب الاستحقاق على ما هو قول المعتزلة فالسؤال ساقط. وأما من حمل قوله بغير حساب على سائر الوجوه فله أن يقول إن ذلك العطاء إذا كان يتشابه في الأوقات ويتماثل صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء حسابا ولا ينقضه ما ذكرناه في معنى قوله بغير حساب. ونقف عند الآية 13 بعد 200 وهي قول ربنا سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.